الواحد ما بيزهقش واصل من افلام اسماعيل ياسين دي كلها تموت من الضحك. واه انت نعست يا كبير؟ لا لا ما نعستش. لا انا ما صدقت نايم العيال عشان نقعد لحالنا شويه. ايوه احنا قاعدين لحالنا شويه. طب متى تجي جاري؟ ما عاوزش تقعد جار قزقز لبو. يا ولي انت بتتحديش يا ولي؟ وين قادر اصبط طولي؟ انا اقوم اريح فوق شوي. اهدي. انت طالبه دليفري ولا اجهزه كهربائيه من تميمه؟ لا. ايه يا دي الهبل دي؟ بلا ما اخدها يا كبير. انا خابر الدنيا عتمت والوقت اتاخر، بس يمين بالله دي امرجنسي. مين دي؟ عطيبي عندي مشكله صغيره دي واقف عرض جنابك. تفضلوا. البوهي شيك جدا. مين دي؟ عضو مجلس الشعب. هم يا كبير هم. مش بطاله. خير. شوف يا استاذ كبير، انا بشتغل سواق على اتوبيس سياحي. ممكن اشرب ميه؟ تفضل. ايه ده، مش معدنيه. المهم وانا بنزل الفوج السياحه عشان اوصلهم مصر، وانا معدي قصادكوا العربيه عطلت، جيت ادور تخيل ما ضرتش. شوف يا صعطي، انا تعاطفت معاك قلبا وقالبا. عاوز حاجه تاني يا كبير؟ تعاطفك وحديه ما هوش كفايه. عاوزني اعمل ايه يا روح البس عفته وغير لك الكربيناتير؟ لا العفو يا كبير، اصل يعني الاتوبيس مش هيتصلح قبل بكره، وطبعا الفوج السياحي زي ما انت فاهم يعني لما العربيه عطلت مفيش لا فندق. المنطقه بتاعتكو بيئه لوكال قوي، ما فيهاش حتى شاليهات ممكن انزل فيها سياح. معلاش اصل بعد ما السياحه انضربت فندق موفنبيق المزاريطه قفل وفتح مكان سوبر ماركت المحمل. احنا نعزل ولاد انت، ما تروح تتنايل تشوف لك اي حته تبيت فيها. جرائيه كبير، الراجل بيقول لك الاتوبيس عطلان وفيه سياح كتير ما عارفين ايش بيتهم فين. دول في المزاريطه برضك يعني ضيوفك، لو ما ساعهمش دوار الكبير تبقى عيبه في حقنا. يا بنت بيقول لك فوج سياحي، بيتهم فين دول؟ نفرشوا لهم هنا ان شاء الله على الارض، احسن ما يعودوا بلدهم يفتحونا في القنوات الفضائيه يقولوا الكبير ما ضايفناش وتبهدلنا في مصر. دي مصر يا كبير. قصروا، روح هات الفوج وتعالوا بيته هنا. شوف يا كبير، مصر مش هتنسى لك الحركه دي. حركه دي ربنا يكرمك، ربنا ما يوقعك في حته كنزه، روح ربنا يكفيك شر المصايب. بس ياد ما تعفرش، ما تخلينيش احجر دفوخي واروح اجيب الالي وطخك انت والفوز كلاته. يلا امشي من هنا. يلا استعطيك وماله. معلش المهم وافق. يلا شوف عم يمشي كيف ابو فصادي. اسم الله عليك، مصر والله ما هتنساش الحركه دي. انت هتعومي على عومتي يا بت. ايه الحركه دي؟ ايه الحركه اللي عم تقول عليها دي؟ شغلته على المدفع بروم. سو فاني. ايوه فعلا يا سيدوني، فاني موت. ايه ده، انت اول مره تشوف فيلم زيه؟ لا ده انا شفته يا دي اكتر من 100 مره، اصل التلفزيون وانا صغير كان بيذاع يوم ايوه ويوم لا. ايه هدرس ده؟ ايه يا بابا؟ انت ما عندكش شخصية خالص كده؟ بتقلدني في كل حاجة عمياني؟ طب أنا الرياكشن اللي عملته ده والضحكة والجو ده وأقول سو فاني عشان أول مرة أشوفه فعلا، أنت المرة المية بتقلدني ليه في الرياكشن؟ ما هو عشان أول مرة أشوفه معاك يا سيدوني. عارف يا هدرس؟ I love this country. I really do. مزاريطة is unique. بس ناقصها حاجة كده. ايه يا سيدوني؟ البيبيز. بيبيز ايه يا سيدوني؟ هو في أكتر من البيبيز؟ عندك العترة ودن الصغير وولاد أختي. يا فصيل قصدي التشيكس. تشيكلس؟
الموزس يا هدرس الموزس. لا يا سيدوني انا بختلف معك، ده ما فيش اكتر من الموزس في المزاريطة. بختلف معك دي مش مصطلحاتك انت، الكاركتر بتاعك ما يقولش كده. بي يور سيلف مان، بي يور سيلف، انت انسان كويس بذمتك. عمرك لمحت حتى كعب رجل واحده في المزاريطة؟ ايوه بقى يرجع هدرس بتاع زمانه قلدني. طب كنت تقول لي يا سيدوني وانا اظبطك. بجد تقدر تظبطني؟ لو عاوز في شقه مفروشه في المركز بتاعه ام حماده، هنروح انا وانت. يخرب بيتك يا هدرس، انت كده هتظبطني؟ انت عارف، عارف لو عملت اللي بتقوله ده يبقى اسمك ايه؟ مساعد. لا مش مساعد، انت عارف كويس يبقى اسمك ايه؟ مكسوف حتى تنطقها. عايز، عايز بنات، بنات بنوته كده اخرج معاها، مش ملفات، بنوته العب معاها بيلو فايت، نخرج نروح سينما. لا شغل الاوبن مايند ده مش موجود هنا، احنا بلد محافظه لينا عاداتنا وده جلدنا. انت منافق موت ومشوش. امال ام حماده اللي كنت هتوديني ليها دي هتعمل معايا ايه؟ هتديني كورسات اكسل واوتوكاد؟ خلاص معلش يا سيدوني، بكره ربنا يفردها. افرجها من عندك يا رب. يا وليه يا مخبلة، لما تلمي مخدات البيت كلها تهانا وانت ينامو على ايه؟ معلش يا كبير، دول برضك ضيوفنا وكل دي عشان مصر. خلاص عرفت، عايش في بيت الامة متجوز ام المصريين، ومصر ما تنسليش الحركة دي لاني اصلا مش فاهم هي ايه. وصل يا كبير، السياح وصله. ومالك فرحان فرحة لهبل كده ليه؟ اصل الفوج يا كبير، الفوج. ماله الفوج؟ اوكراني، الفوج اوكراني يا كبير، اوكراني. واحنا حدانا مشاكل مع اوكرانيا؟ لا بس هيبقى فيه مشاكل. احفظي ما عليكي، ويلكم تو مزاريطة فلور. يا كبير معقول كل دول هيقعدوا هنا في الدوار؟ شوفي يا هدية، انا قلبي حاسس كده والله اعلم، ان احنا لو ضيفناهم زيد مصر عمرها ما تنسانا الحركة دي. واصل مستر كاراتيه بيج، ماي نيم از بيج. اوكي مستر بيج، اي وانت تو نو وير از ذا دبليو سي. ذا دبليو سي upstairs my room there is big bed WC big WC go. okay thank you. go هدي وصلك يا كبير. البت حزقه الحزقه هنا، هو عليهم هيتزكموا وبعدين يعودوا بلدهم يشوهوا سمعة مصر، يطلع في القنوات الفضائية CNN ولا فوكس نيوز يقولوا ايه اتزكمنا في بيت الكبير. معك حق يا بت، على قولتك فزاع. امر جنابك، عاوزك تلملم لي كل البطاطين اللي في البلد، عاوزين ندف ضيوف. ودي مش عشاننا، دي عشان مصر. يا حبيبتي يا مصر، يا روح قلبي يا مصر. عنك انت يا كبير،
من متى بتمد يدك في شغل البيت؟ من النهاردة يا بنت. الراجل الجنتلمان لازم أن يقف جنب المرأة، دي نصف المجتمع. كل الدول المتقدمة بتعمل كده. كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني. لا 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 لا. افتح يا سيدوني، افتح يا سيدوني. اوه ايه الهبل ده، انت مش كنت معايا جوه من شويه؟ لحقت وحشك. حريم حريم يا سيدوني حريم. يا عيني انا غلطان فتحت معاك موضوع زي ده، انت اتلحست سيدوني حريم. مسس بيبس. مفيش بيبس في المزاريطة، اوعى تفتكر ان في بيبس هنا. البنات اللي بتجيبهم هديه دول بينضفوا الدوار وبس. بس يا حريم حريم ان هما سجر وبيض، وانا بقول لك تعالي تعالي. لا يا هدرس لا يا بابا، فوق. انت تلاقيك دخلت على الانترنت. طب يلا نطلع فوق. جود نايت ماي انجلز. جود نايت مستر بيك. هلا هو بالي حب على يدك يا كبير. استغفر الله. لا حب على يدك، الله يرضى عليك. همل لنا بطشيه الليله دي. بس اديه الشفت بتاع اشرف. هطبق ورديتين، هشتغل فور تايم، هزيح الجله تحت البهايم، خد الباقي من عمري، بس همل لي الليله دي. لا في حريم بجد واقفين تحت هنا. طب واحنا بنضيع وقت في ايه؟ اوه ماي جاد، اي لاف بيبيز. دادي از كومينج. انا ما سمعتش ده بجد يا كبير. ايوه بجد، وصح الصح كمان يا دي يا ابن المحظوظه. سوري مان، انت متجوز وبتعول، انما انا ام سنجل. جوني ايه سمعت مصر بين ايديك؟ رقبتي جوني. اوه ايه عاوزك من النهارده تنسى انك امريكاني، وان رجلك في يوم خطت بره البلد دي. انت من النهارده مصري مصري وبس. ما تقلقش يا كبير، مصر جوه عينيا. طير يا وحش. وطني الوردة. كبير ما سمعش الشهوكة. انا مرضاش بقلة الحياة في الدوار، قلت اروح ارد الباب. قفله. اسد الخرم. سده بالمفتاح. حط حاجة تحت عقب الباب. حط المشاية. اروح اردهم بيدري. تعال هنا هي كبير. حاضر. ما تعتلش هم، كلها كم ساعة ويطلع النهار ويمشوا. ما هو ده اللي هيجنني. ايه قصدي يعني دوشة دوشة لحد الصباح. بقول لك ايه يا كبير، حط راسك على المخدة ونام، وانت لما تنام مش هتسمع حاجة. ايوه صح، لان الواحد وهو نايم ما بيبقاش بيسمع. معك حق. يا مقربك يا صباح. كبير رايح الحمام اللي تحت. وماله الحمام ده؟ بصراحه يا هديه انا النهارده اتعشيت كرم، فيعني خفت ادخل هنا اعمل قنبله ذريه، شعرك يطقطق ولا نظرك يضعف. ما تقلقش يا كبير، انا متعوده وفيه معطر جو. انت حره، انا حذرتك. ده
هتبقى ليله جامده ننتي. ايوه يا ابن المحظوظه، راسل انت في اي حاجه. ماي تيرن. يو اي دونت وان بلاي ذس جيم، ليتس بلاي سمثينج ايجيبشن. اوه مالها العفريت عايزه ايه؟ عايزه تلعب حاجه مصري. حاجه مصري؟ يبقى نلعب مسلح. مسلح خرب بيتك، هيتعبد علينا يا هدرس. هدرس خليك كرياتيف، عايزين نسترسبهم واحده واحده. انت طفولتك كانت هنا، انا ما كنتش مولود هنا، عايزين نلاقي حاجه مصري تعجبهم. لعبه مصري؟ نلعبوا علبه الالوان. ايه اللعبه دي؟ اللي هي تيك تيك تيك، مين على الباب؟ انا يا علبه الالوان. عاوزه ايه؟ عاوزه لون. لون ايه؟ لون احمر. ايه السخافه دي يا هدرس؟ ايه السخافه اللي انت فيها دي؟ هو يعني يا اما شلح يا اما لعبه سخيفه زي دي. شوف لنا لعبه كويسه. حي بص بص عاملين زي المخنوقين كلهم. هيمشوا يا هدرس. طب نلعبوا ايه؟ كل الالعاب دي فاشله. انت كان معاك حق، كان لازم نلعب شلح. استنى مش هنا، ورا الدوار. ابنك لله يا ولي، حبساني ساعتين في الحمام. ديك حبسه هتجيبيلي السكتة القلبية يا ولي. انت ايه اللي جابك من هنا؟ الأوضة هنا. اندرت من الناحية التانية يا بنت اللعيبة. اطلع قدامي نتخندوا. تحسك يا ولي، الضيوف مفرهدين ونايمين والضيوف ليهم احترامهم. طب اطلع قدامي يا حنين. هدي لنا ساعتين عب نمرمه خلاص كعوب للتحية. ويه يعني يا كبير، مش لازم نفصله مع الناس وناخدوا حاجة نظيفة؟ أمال ندب ودب. بقول لك ايه يا عم هوجن، لو خدت منك 5 جواز حمام دبحتهم ونظفتهم وحشيتهم كمان ياخدوا وقت قديه؟ من نص ساعة لساعة. على أقل من مهلك احنا قاعدين. شرفتونا نورتونا. متصربة على حاجة يا كبير؟ لا لا مش متصربة على حاجة. هي الساعة بقت كام دلوق؟ مغرب هيدن. تلقى الضيوف اللي عندنا ماشيين دلوق، ربنا يرد غيبتهم ويعودوا بلدهم بالسلامة. الله يسلمك يا حنينة. أقول لك إيه، ما ناخد الحمام ده وذبحوه لك أنا في الدوار. روح مش أروح، النبي تيجي مش أروح مش أروح كده بقى الفرامل بقت زي الفل. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا استاذ جوني في ايه؟ بسم الله ما شاء الله، شكلك عفريت وصلحت الاوتوبيس. طبعا صلحت الاوتوبيس، ده انا لست عطيه. بس يا حرام يا حرام، وشك اصفر وشكلك على لحم بطنك وفهتان. فهتان؟ قصدك هفتان. اكزاكتلي هفتان هفتان. تحب نعزمك على ستيك ميديوم ويل؟ مين؟ لحمه. لحمه. انا كمان الدكتور قال لي عندك كوليسترول، ما تاكلش غير لحمه. اكزاكتلي يلا بينا. يلا حماتك بتحبك. يلا.
يضحك على ستات المزاريطة واصل ما عاش ولا كان لا واحدة من بنات مصر ولا حتى واحدة شقرة من أوكرانيا سمعاني حلوة منك ليها بس مهما حصل دول ضيوف عندينا برضك ما يصحش نعملوا لهم حاجة والعمل إيه يا كبيرة أنا أقول لكم العمل إيه الأتوبيس اللي باز على غفلة ده يتصلح هاتولي السواق انت هتذبحوني ولا ايه بقولكوا ايه انا بطلب حق اللجوء سياح ما تخافش يا استعطية ما حدش هيعمل لك حاجة قل لي عاد نعم الأتوبيس باز تاني كيف أنا هقول لك يا كبيرة الأوتوبيس كان زي الفل والله كان زي الفل ومتصلح فجأة الأستاذ جوني قال لي ما تيجي أعزمك على لقمة وأوكلك لحمة قبل ما خرجت ما لقيتش الريداتير وما كلتش لحمة والريداتير ده لو لقيناه تعرف تركبه؟ ده أنا أركب أبوه بس أنا ما أعرفش مين اللي خده يعني لو سجوني هو اللي خطط للحكاية دي يبقى معملهاش اللي هجرس وفزاع هدوهم متهملين امال يا ام عوضيه لا اجيب لك فلانة ميسي اللي هتحبيه ما تحبوش احب على قدك يا ست الناس لا تأذيني ولا تأذي الرهاين انا هجر على كل حاجة قرد الكلام من قبل حتى اول كف هنعمل ايه يا كبير حليم كان هيجري فين القرش ده بدنا قرقشه لا يا كريم ما تمشيش ما تمشيش يا كريم ادرس ادرس يا كريم ادرس تعال سندني سندني ادرس 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 فوق 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 لوك ات مي لوك ات مي لوك ات مي لوك ات مي ايه ده انت فاكرك ان انا ما نفسيش فيهم اكتر ما نفسك انت فيهم كانت فكرتي من الاساس وانت قلبتني صح ولا لا اللي مخليني ساكت دلوقتي ان اللي بيحصل ده اصلح ليهم ولينا هما ما ينفعش يعيشوا في الانفايرمنت دي خالص لو مسكت بطريق ورميته في الصحراء وقلت له عوم عوم هيعوم يا ادرس لا هيموت ولو مسكت ارنب حطيته جوه حوض سمك هيعوم مش ده سؤالي مش ده سؤالي ورميت له أكل سمك هياكل معاهم؟ لا هيموت هيموت ولا لا؟ هيموت يلا فوق كده واسترجل
وتعال نخش جوه الدوار نلعب لعبة الألوان. اللعبة السخيفة؟ لا دي جميلة جدا، أنا ساعتها كان مودي بس مش تمام، وأنا هبقى اللون الأصفر. يلا بينا كريمة. أدرس دي النهاردة كنت كبيرة مخمختيني صح؟ تربيتك يا كبير. وإيه يا بنت اللي الجو الرومانتيكي ده؟ شموع ودموع وآهات وليالي. قلت لك تربيتك يا كبير، ما تكسفنيش عاد. ايه مش هتنام؟ لا هنام. What is everybody? What's happening? What's happening لما يبزبز عينيكي؟ What are you doing here يا بنت المنتوه؟ يا بنت هدية حرام عليك يا هدية، قرقشتيها. طب هاتيها وتعالي.